اهلا وسهلا بيكم في دعاز انجلش كورنر، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم على موضوع جديد، وهي ايه الكلمات اللي اقدر استخدمها بدل كلمه فريند في الجمل. والنهارده هنتعرف على بعض الكلمات دي. And let's get started. اول كلمه نقدر نستخدمها ونستبدل بيها كلمه فريند هي كلمه buddy. Buddy. نقدر نستخدمها في جملة زي علي is my high school buddy. علي is my high school buddy، يعني علي هو صديق الثانوي. buddy كمان نقدر نستخدمها كصديق أو كرفيق، يعني شخص دايما بيروح يعمل معايا نشاط معين، زي جملة مريم is my shopping buddy، she always goes with me to the mall، يعني مريم هي صديقة التسوق ودايما بنروح مع بعض المول التجاري. ففي الحالة دي برضو بستخدم buddy كرفيق أو كصديق. تاني كلمة نقدر نستبدل بيها كلمة friend هي كلمة pal. pal. ونقدر نستخدمها في جملة زي Oh I remember Lisa, she was such a great pal for a long time. Oh I remember Lisa, she was such a great pal for a long time. يعني أنا أتذكر ليسا كانت صديقة رائعة لفترة طويلة من الزمن. كتنويه بسيط وقبل ما ننقل على الكلمة اللي بعدها، محتاج أن أنا أوضح حاجة. pal ممكن يتم استخدامها كنوع من التهديد، يعني احنا اوقات بنستخدم كلمات في اللغة العربية بتكون الظاهر ليها انها ودية، ولكن نبرة الصوت والطريقة او الجملة اللي بستخدمها فيها تدل على اني معصب وبحاول اوقف حد عند حده، زي كده كلمة حبيبي وبعد كده تبتدي خناقة معينة او تهديد معين. pal برضو ممكن نستخدمها الاستخدام ده في اللغة الانجليزية في جملة زي Look pal, I don't want to fight with you. Look pal, I don't want to fight with you. ثالث كلمة معانا للنهاردة هي كلمة mate. mate. mate من أكتر الكلمات المستخدمة في بريطانيا وأستراليا من قبل الأشخاص اللي بيحبوا يبدلوا كلمة friend بكلمة تانية، وهي كلمة mate. ونقدر نستخدمها في جملة زي John and I are best mate. John and I are best mate. وتاني جملة ممكن نستخدم فيها mate هي All my mates are meeting up today. All my mates are meeting up today. يعني كل أصدقائي هيجتمعوا النهاردة. الكلمة الأخيرة اللي معانا للنهاردة هي كلمة شوية special عن باقي الكلمات التانية، لأن الكلمات التانية نقدر نستخدمها في سياق مش formal، يعني بشكل غير رسمي بشكل ودي بيني وبين أصدقائي، ولكن الكلمة اللي احنا هنقولها دلوقتي هي كلمة نقدر نستخدمها بشكل رسمي وغير رسمي، وفي الغالب هي بتكون رسمية أكتر من كونها غير رسمية، وهي كلمة fellow. fellow. fellow نقدر نستخدمها في جملة زي We had a meeting yesterday and I discussed some ideas with my fellow workers. We had a meeting yesterday and I discussed some ideas with my fellow workers. في الحالة دي الجملة بتقول ان احنا كان عندنا الفرصة ان احنا نجتمع كلنا امبارح وناقشت بعض الافكار مع اصدقائي في العمل او زملاء العمل. واقدر استخدم كلمة fellow في جملة برضو زي This is my fellow team member. This is my fellow team member. أقدر أستخدم كلمة fellow مع أي مجال وأي تخصص وأي أشخاص بشتغل معاهم وبعتبرهم زملاء عمل مش أصدقاء. فأقدر أستخدم كلمة fellow في جملة زي I would like to thank my fellow researchers, teachers, doctors أو أي تخصص تاني. فأقدر أستخدم كلمة fellow كصديق أو كزميل. At the end of this video أحب أقول لكم thank you very much for watching. يا رب تكونوا تعلمتوا كلمات جديدة واستفدتم الفيديو ده. Thank you very much. Bye bye.